الزوينات كي دايرين؟ مبروك العواشر، مبروك رمضان، وبالصحة فطوركم. غبرت عليكم، راه عندي الخدمة مزيرة وسمحولي. كراكو دايرين؟ كي دايرين الأحوال؟ كي دايرين ولادكو؟ كي دايرين نتوما؟ كي دايرين مع رمضان؟ والله يرفع علينا هاد الوباء ويبعد علينا هاد الحرب. وكراكو دايرين؟ كي دايرين الأحوال؟ بزاف اللي قالت لك عليه، عندي التابعة والعين والنحس والحسد وكل شيء، يعني طاح عليك راه تعب. وزدتي كملتيني معاك وقالت لك عطيني الوصفة، غادي نعطيك الوصفة دقة بطل. بخري ودوش وخلي لي حق، انا راه ما عندي صح. كركو دايرين؟ كي داير الاحوال؟ قتلنا رمضان، قتلنا رمضان، وهنا رمضان باسل ما عنده قيمة، والو ما عنده قيمة. انتم عندكم الدول العربية عنده قيمة، بعدا تجتمعوا العائلة، وحتى لما اجتمعت العائلة رانا عارفين اللي كاين، حتى لما اجتمعت العائلة بعدا الجيران وكل شيء، وتجتمعوا من رمضان غفتك الشوطية، وكتشوفوا الناس في الزنقة وكل شيء. حنا هنا كل شيء صامت، غالك ورك شي خدام شي طالع شي هوط، وجري جري 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 جري، وكل يوم يصيفط لك برايتات، يلا خلص هادي دير هادي. كاين اللي يقولك لا صحاب فرنسا راك مطفرين، لا فعلا تخلص مزيان، تخدم مزيان، طبيب باطل، كل شيء باطل، ولكن حاجة واحدة تانيك الرخا كاين، كل شيء كاين. تاني كان ما يطلقوكش، كل مرة يصيفط لك ضريبة هادي، كل مرة مرة يتفكرك بحال حنا الجالية. تاني كاين المغرب كيبغينا، ما مفرطش فين، بصح مرة مرة واخا ما ساكنش الدير كيصيفط لنا ضريبة، يعني الحش النار كامل كاين ولا ما كاينش اصحاب برا. والله يضحككم، الله يخليكم ديما ناشطين وراكم ديما في البال. بزاف اللي قالت لك عندي العين والتابعة والحسد والنحس وكلش. هاد الأيام خاصكو ديرو البخور، ديروها مور الفطور أو لا مور السحور، لأن في رمضان إلا درتوها فاطرين حب. تاني كاين الرصاص ولدو نصفيحة، ديروها مور الفطور أو لا في السحور، وخا ديرو في الليل الدنيا هاني، لأن السحر كيقتل في رمضان. داك المجامر قادية، ديك التراويح ودك سميتها الكايو، كلشي كتافين كيصليو التراويح، ولكن في التالي تلقاو السحر ما نعموش، ولكن السحر عندنا في الدم. ولا حتى ملي ما داروا لنا السحر رانا كالين، تعرفي علاش؟ لان احنا المراه من تتزوج هي تكون فرحانه وباغيه تتزوج وتهنى بخوتها ووالديها كاشفينها ومشقه وكسميتها وغادي تعيش الحب وكلش، لكن اللي من تتزوج غادي تلقى حرب اهليه. يا حب اعطيني نعطي، خاصنا عزوج تهلا في يا حب. المرأة من تزوج مسكينة تكون فرحانة، بس غير هي تزوج أولا واش يدير؟ غادي يضربها داك الحرام، يقولك نضربها باش يموت ليها الحوت، يعني من يضربها غادي تبقى مخلوعة مسكينة، شدة العصب هادي عندها عنصرية مع هاد الرسول وباقية حتى الآن، يعني يضربها الراجل باش يقولك يموت ليها الحوت، باش تبقى تخاف منه وتخاف من الوالدة ديالو، تبقى غتصبان وتعجن. لكن هذيك الضربة راه ما عمرها تنساها لك أجمي، لأن درتي لها الخلعة ودرتي لها الوسواس وضربتيها، ما ضربهاش حتى بها ولا خوها، بصح ما عاد تنساها لك. تاني كان هي مسكينة من تزوجت تعرف كيديرو لها والديها، تفرق الوالدة ديالها الرجلين ديالها وتدخلها من تحت رجليها وتخرجها من رجليها، تقول لك باش ما تطلقش. هذيك هذاك هو الطلاق، وهاديك عنصرية جاهلة، هاديك طلق وعكستي لها الحياة ديالها. وكاين اللي الوالدة ديالها عاد ما نقولوش هاد رمضان شي حوايج، تا يفوت رمضان نقولها لكم، شدي الوالدة فوق بنتها ملي راها ماشي عروس، كيوصلوها لدار العريس قلت لكم يضربها، مين يضربها كيخلعها تبقى مخلوعة مسكينة. النهار الأول والزواج يا حبي يمشيو للفقيه يديروا لها، لا الراجل ولا مو ولا شيخ ولا شيخ، يمشيو يديروا لها التباريد مسكين. هذا راه شتا بعين، قالتها للجدة ديالي وقالتها لعمتها ديالي، وش تخوالتي واش كديروا كلش، والحومة واش كان يديروا، انا كنت جروة صغير وعارف كلش، قرش من القروشة. يديروا لها مسكينة التباريد باش تبقى يوكلوها ويرشوا لها وزيدوا يكفنوها، باش تبقى مسكينة غاماشية وصبان وتعجن باش ياكل، دير لها هذا باش يطيق ياكل الشوع يعطيه السم، طيبش الوالد يخليه هو يعجن هو امه. باش تبقى مسكينه غير تعجن ويوكلوه، هذاك السم اللي يبقاو يوكلوه لها
علاش قلت لك كلشي؟ قال لي السحر حنا الدوق العربي ما كانش اللي منع بالسحر ما يقولها لكش واحد المره، قال هنا وراسين معلقين لهنا وتاني كمكفنين من نطلع يبقاو يوكلوها في السحر هذيك العروس. هذيك العروس من تحمل هذاك السحر اللي كلاته يتغدى منه داك الجنين، كان سواء دري او لا دري كيتغدى منه، يعني داك الدري كيزيد كيزيد مسحور. وتقولوا لي العدو عطينا الولد ديالنا باش فقدان الذاكره وباش التركيز لا حب، راهو سموه من اللي كان كرش فمه. كلشي العرب كالين السحر ما كانش اللي يقولها لكم، لان مسكينه ديك العروس كنت فرحانه وكسمي كيوكلوها، ولكن ما عرفوش باللي هذاك الجنين غادي ياكل هذاك السحر، غادي يتغدى به يتعشى به داخل الكرش ديال امه، كيزيد هذاك الدري ولا الدريه مسحور. قال لي زيدو مسك المشلولين هذاك بالسحر، قال لي زيدو خلفي من الذاكره وتقولوا عطينا التركيز هذاك بالسحر الجاهليه اللي عندنا، من الجاهليه اللي عندنا، لا في الوالدين ولا في الوالدات يوكلوا العروسه، ولكن هذا راه تسمم. التسمم هو يقول لك باش نديروها تحت الصباط تبقى تعجن وتصير سيد، راه ما بقاش العجين. الراجل خاصه مرا اللي تنعس معاه، خاصه يقدرها وهي تقدره، يحترمها وتحترمه، ما بقاش لداك هذيك صبان باش يشوفوا الجيران ولا تشوفوا خالتي ولا عمتي يشوفوا العمق. انا واش غرضي بالجيران ولا كسميتها ولا تشوف هذيك ولا هذيك طيب مزيانه ولا طيب كلها ويطيح في بحر. احنا يا حبي هذا الشيء عندنا مرض، كل شيء مسحور ما يكاش يكذب لك، اللي ما كاليش راشي له، اللي ما راشي له مقمطين يعني دافل له في المقفال. احنا يا عندنا العين والحسد والتابع والنحس، احنا يا غادي نجيبو عود الخريس، غادي نجيبو الفيشن، وغاجيبو نجيبو عداد. هادو ثلاثة ديال الحوايج، عود غريس، الفيشل، عداد، وعود سرغين، ربعة ديال الحوايج احنا غادي نجيبوهم ونبخرو بيهم مور الفطور، تاني كين نطيبوهم وندوشو بيهم، ومن ندوشو بيهم نصفيهم، ومن ندوشو بيهم خاصنا غير نشفو نشفو ونلبسو الكسوة ديالنا، لأن ديك الأعشاب خاصها تبات في الجسد ديالنا، ما غاديش تفسخك في الفطور، لأن راك حبي دايرها على بر ماشي واكلها، وتخليوها تنشفو، لأن ديك الأعشاب حنا كنا نصفيوها غير الما، وديك الأعشاب تكون حنايا في الجسد ديالنا، يعني من طيبو الما غادي تصفي وتخلطو الما ديال الروبيني البارد باش ما يحرقوش، لأن مشيت أنا كنت نتوما راه ما عندكوش عقل، لأن التركيز راه مشى عليكم كلشي واكل. وتقولوا العدو ما قالناش تخلطوا، خاصكم تخلطوا الماء العادي مع هذا تصفوا الاعشاب وتدوشوا بيه وتنشفوا وتنشفوا، تلبسوا الكسوه ديالكم وتنعسوا عادي الصباح من تنوضوا وتضربوها في التدويشه عادي عادي، ديروها مره في السيمانه زوينه بزاف، وخاصكم تداوموها ماشي ديروها غير مره وتقولوا صافي يا العدو انا كمل. ودرك راه رمضان ويكثر الصداع، وزاد حنايا عندنا العطلة، الدراري عندهم 15 يوم عطلة، ورمضان والراجل ينكر والبز ينكر وكل شي طالع له الدم، يعني خاصنا غير العرجة ونديرو ديك الدقة المراكشية يا حبي. الله يجيب التيسير، راني نبغيكم وكان موت عليكم. سمعوا لي شي مرة كنت عطل عليكم هاد الأيام، كانت عندي خدمة مزيرة ديال الناس وراني فضيتها، ويكون خير صحابات بلجيكا راني جاي، وجدوا لي الدقه المراكشي وانا جاي بالقادينارو والحميميق والحاكم، واللي عندها شي عدو وصقع وفقحه تعبر له ليكوش وتقول له حريق حبي العدو جاي عندك وديروا لي الانقلاب في المطار. كنبغيكم ونموت عليكم، وتبارك الله عليكم، وليله سعيده، وراكو ديما في البال، والله يسمح لنا شي مره كنغلطو وسمحوا لنا، والدنيا هي هادي ديما كنغلطو وكنطلبو السماح، وراكو ديما في القلب.
وتبارك الله عليكم وبالصحة في دوركم. ليلة سعيدة. ايه الابخور مور الفطور ومور السحور، الدول مور السحور